لي نحكي على الشريبة الرياضية القيروانية، فما شكاية وشبهات فساد، غياب التقارير المالية، قضايا. باش ناخذ أكثر التفاصيل، شنو الموضوع وشنو الحكاية بالضبط مع عند زميلنا ومراسلنا في القيروان عبد المجيد جبيلي، باش ينقل صوت الأحباء نتاع جي اس كي وشنو صار في الشكاية اللي تقدموا بها مجموعة من الأحباء. أيضا باش يكون معنا وموجود معنا بالتليفون السيد أحمد نجازي، عضو الهيئة المديرة للجي اس كي، باش ناخذ من عنده أكثر توضيحات على اللي صاير في الفريق بخصوص المسألة هذه. على كل رحب بكم زوز، نبداو مع عبد المجيد. مجد، أهلا بك. مرحبا بك سلام، تحية ليك ولكل السادة المستمعين أينما كانوا. بالفعل مجيد، مجيد حاول نحي الكيت واسمعنا بالتليفون مباشرة. نعم خوتك، نبداو بالجديد الشباب على مستوى الملاعبية. بطبيعة الحال فريق اليوم دخل في تربص مغلق في مدينة المنستير قبل انطلاق دورة البراج اللي بطبيعة الحال تو ما نعرفوش وين مش تصير، سواء كان ولو اني اخر الاخبار يقولوا بين المنستير والسوسه، هو الاقرب في المنستير او سوسه. نعم دخل في تربص مغلق بطبيعه الحال نهار السبت نهار الاثنين المباراه الاولى ليه مع اولمبيك مدنين. الى حد الان ربما هو استاذ احمد النقازي عضو الهيئه المديره يعطينا حتى التفاصيل الملعبيه، اسكو مؤهلين المنتدبين الجد مؤهلين باش يلعبوا دوره البراج والا لا. على كل ان شاء الله تو ناخذوا اكثر تفاصيل. على كل اسلام بالنسبه تعرف الجلسه العامه الانتخابيه اللي دارت نهار 19 سبتمبر الفارط وافرزت انتخاب الهيئه الاذيه برئاسه بشير الاحمر للمنخرطين في الاحباء في الجلسه هذه بطبيعه الحال رفضوا التقارير الماليه كل باستثناء الفتره الوجيزه اللي خذاها الهيئه التسييريه برئاسه الفاتح العلويني بطبيعه الحال من 17 جويلي حتى ل 19 سبتمبر. قبلها تقريبا اربع سنوات تم رفض التقارير الماليه، لعل ربما كلها تقارير ماليه يقولوا الاحباء وانهم يعني معناتها فيهم كلهم شبهات فساد تجاوزات ماليه بالاساس. هذاك علاش واحد من الاحباء اللي ما يسالش انسان نذكره الاسم نتاعو الخاطر مشى اخذ عمل اذن من وكيل الجمهوريه اللي هو رافع العدامي، مشى اخذ لوتوريزاسيون وخذ التقرير المالي من الهيئه المديره من اداره الشبيبه وقام برفع وبالرفع شكايه ضد بعض المسؤولين او من معناتها يثبت البحث معهم وانهم متورطين او متواطئين او يعني ثم بحث بطبيعه الحال مش يجرى في الاطار هذايا. ثم يقول رفع وانه ثم تجاوزات ماليه اعطى فلوس للجمعيه ما لقاهاش في التقرير المالي، ثم التجاوزات بالجمله في التقارير الماليه وتقريبا ديون بما يمكن اكثر من 3 مليارات من نحكي على 2017 2018 بطبيعه الحال منذ الفتره بتاع حافظ العناني رئيس الشبيبه خرج هو جات الهيئه نتاع محمد الميمني. يعني زوز فترات هذوما يعني التقارير الماليه تم رفض من قبل المنخرطين يعني احباء الشبيبه القيروانيه. ويعني حديث بالجمله يعني بطبيعه الحال سلام انا ما نجيبش نحكي على حاجه يعني نتاع حديث الشارع والحديث المقاهي ما نحكيو كونش كذا حاجه رسميه. نقولوا شبهات الى حد الان. نعم احنا الى حد الان ثم شبهات وثم مجموعه اخرى اتصلوا ايضا بمحامي اللي هو العربي غنيه كذلك باش يحبوا يقدموا شكايه جزائيه في بطبيعه الحال باش يحبوا يعرفوا في اعاده المحاسبات الماليه في التقارير الماليه تقريبا للاربع سنوات الفارطينه. ذاك علاش هو الاستاذ العربي غنيه يستعد باش يرفع شكايه هو بيدو باسم مجموعه اخرى من الاحباء على خلفيه وانه يحبوا يعرفوا مآلك المصاريف هذيك وبرشا فلوس يعني دخلت الكاس الجمعيه يعني بدون عنوان يحبوا يعرفوا منين. هذاك علاش هما رفضوا التقارير الملاذيه. هاتا وزيد نزيدوا نشوفوا حتى مع الماتر النقازي الهيئه المديره هذه وتحديات بالجمله بطبيعه الحال مشاكل بالجمله خاصه ماليه اعترضتها للحد اليوم مازالت العقله متواصله على الكونت نتاع جي اس كي. يعني برشا احباء ومسؤولين سابقين قدموا وعملوا عقل ولا
على الكونت نتاع الشبيبه تو ان شاء الله سيد احمد النجازي. خلينا ناخذوا معنا اقعد معنا مجدي مثالش، خلينا نسالوه السيد احمد النجازي. سيد احمد اهلا بك. شكرا لك، مرحبا بك على الاستضافه، وشكرا لاكسبريس اف ام في الحقيقه مجيد معناها اعطى بسطه كامله حول التطورات في بخصوص ملف الشبيبه الرياضيه القيروانيه واخر المستجدات، بدايه معناها بالتربص المغلق اللي دخلت فيه اليوم الجمعيه في عهد النزول في المنستير، كذلك اخر التطورات القانونيه والماليه. كما تعرف معناها نحن هيئه مديره تم انتخابنا تقريبا ما عناش اكثر من اسبوعين، لقينا مشاكل بالجمله، مشاكل خليني اقول ماليه ماديه، مشاكل كذلك قانونيه في علاقه معناها بتركة الهيئات السابقه اللي ما نجموش معناها نقول وراه فما الصوره ضبابيه معناها 1000%، لكن فما هيئات خدمت قبل، لكن فما كذلك التركه سيئه جدا اليوم قاعد تجني معناها الولايات منها الهيئه الحاليه للشبيبه الرياضيه القيروانيه، متمثله اساسا معناها في حجم الديون. وانا نحن كهيئه معناها مديره منتخبه معناها دخلنا وشفنا الحجم الهائل والحجم الكبير للديون المتخلدة في ذمة الشبيبة الرياضية القيروانية. نعطيك معلومة، اليوم مثلا بعض المنحة اللي من المفروض انها كانت معناها رصدت لأرصدة الجمعية هي محل تقريبا 4 أو 5 عقل توقيفية إلى حد الساعة، معناها منشورة القضايا بتاعها لدى المحكمة الإبتدائية بالقيروان. حبيت نحكي لك بعض الإشكاليات القانونية، انه اليوم نحن في داخلين على فترة تربص، داخلين على معناها استعداد الموسم الرياضي الحاضر، لكن بدون سيولة مالية، بدون اعتمادات مالية، بدون منح مالية. علاش؟ خاطر الأرصدة نتاع الشبيبة الرياضية القيروانية اليوم مسلط عليها عقل، وللأسف نقولها بكل مرارة انه العقل هذه مسلطة من بعض المسيرين السابقين وبعض اللاعبين السابقين. بالنسبة للنقطة اللي حكى عليها مجيد نتاع تأهيل المنتدبين، باش يكونوا موجودين ولا؟ لحد الساعة للأسف نقولوا مش موجودين، لحد الساعة نقولوا راهي الشبيبة الرياضية القيروانية راست الجامعة معناها الوطنية لكرة القدم والجامعة الدولية لكرة القدم، ولحد الساعة خليني نقول نحن في معناها مفاوضات وفي مراحل متقدمة من أجل إيجاد حلول بالنسبة للاعبين اللي سوف يقع تأهيلهم. واضحة. مجد عندك مضيفة؟ سلام أي نعم، حبيت نسأل أنا الماتر مادام معانا نستغل. أي. نحب نعرف ماتر تو اليوم الكونت نتاع الجيسكان نتاع الجمعية معكم في عقلة، و يعني الناس ما زالت حتى لحد زلت معناتها العقل ما زالت تتهاتر على الشباب. المبلغ المالية اللي مش تدخل تو الجمعية سواء كان منحة نتاع البلدية أو منحة نتاع الولاية، وهذا المنحة نتاع الفلوس نتاع الوزارة كيفاش باش تعملوا باش تصرفوا فيها وكيفاش باش تاخذوها؟ أنتم اليوم في ظروف مادية صعبة. حتى البارح معناها رئيس الجمعية كان في اللقاء مع والي الجهة اللي وعد معناها برصد اعتمادات في القريب العاجل الشبيبة الرياضية القيروانية، كيف بلدية القيروان مشكورة اللي رصدت بعض الاعتمادات، لكن للأسف كما قلت اليوم فما قضايا منشورة ضد الشبيبة الرياضية القيروانية، لازم نلقاو حلول، لازم أبناء الجمعية ودائني الجمعية اللي هما أولادها واللي هما مسيريها القدامى واللي هما العباد اللي كان في الهيئات معناها الهيئات التسييرية والهيئات معناها التنفيذية نتاع الشبيبة الرياضية القيروانية، لازم تلقى حلول. وتعرف أنه الجمعية تمر معناها بمرحلة دقيقة ومرحلة صعبة اللي تحتم معناها تكاتف الجهود الكل، وتحتم معناها انه الفلوس اليوم تكون موجوده في خزائن الجمعيه باش نجموا نواجهوا الصعوبات نتاع البراج، باش نجموا نواجهوا معناها الصعوبات نتاع بدايه الموسم. ما نزيدوش نثقلوا على مسؤوليه الهيئه المديره الحاليه اللي عندها تحب ولا تكره تقريبا اسبوعين من اللي خذت زمام الامور معناها بالكم الهائل هذا من القضايا، ما نجموش نقدموا بالجمعيه. وراهو اليوم دعوه من منبركم من اكسبريس اف ام مشكوره اللي سلط الضوء على هذه المساله، الدعوه معناها انه المسيرين واللاعبين القدامى اللي مسلطين عقلة على الجمعيه اليوم ينجموا يقعدوا مع الجمعيه، ينجموا يلقاو حلول اخرى بخلاف الحلول نتاع التقاضي والحلول نتاع تسليط العقل، خاطر مش معقول معناها اقرب العباد للجمعيه اللي هي سيره قبل وتعرف حجم معناها التسيير ومسؤوليه التسيير معناها اليوم دون ما تخرج من دفه التسيير نلقاوها صلت في عقل توقيفيه وعقل تنفيذيه على الجمعيه اللي اليوم محتاجه لابنائها الكل باش نجم تتجاوز مرحله البراج. وعلاش لا نلقاو شبيبه اليوم في الوطني بفضل معناها ابنائها ومسيرينها. وشوف وزاد كيف بالنسبه راهو خليني نعقب على مجيد بالنسبه للتقارير الماليه اللي ما تمش المصادقه عليها، صحيح هو معناها من حق منخرطي الجمعيه
انهم يصادقوا معناها ولا ما يصادقوش على التقارير الماليه، لكن فما اجراءات قانونيه باش نخوضوها. كما تعرف انت التقارير الماليه هي في الاخر مصادقه من طرف مراقب حسابات، لكن في الاخير الاحباء ما صادقوش على التقارير. نحن باش نحاولوا معناها في اطار اللجنه القانونيه اللي كوناها داخل الجمعيه باش نحاولوا معناها نشوفوا حل المشاكل هذه، خاصه من ناحيه اثبات الديون، خاطر اليوم ما تنجمش تثبت ديون ولا كمبيالات بعد راجعه بدون تقارير ماليه نجموا نعتمدوها ومصادق عليها الجماهير. معناها كيفاش باش نعرف مشروعيه الديون هذه في ظل غياب تقارير ماليه مصادق عليها زاد. صحيح. ماتر انتم تعرفوا نهار الحد اللي الحباء اعطوكم بطبيعه الحال الشرعيه نتاعكم انتخبوكم وحملوكم مسؤوليه كبيره، خلوكم يلزم الخطا والخساد، خاصه يسموه فساد مالي، وربما ثم شكون عنده معناتها ما يثبت اللي هو ثم شبهات لحد الان امام القضاء يلزم. هذا دورنا، مش نتخلاو عليه سي مجيد، لكن كيف هذا دور المخرطين ودور الاحباء. اليوم القانون الداخلي والنظام الاساسي للشبيبه الرياضيه القيروانيه يسمح للاحباء باش يطلعوا على التقارير الماليه والادبيه، ومكننا معناها كما ذكرت انت رافع مكنته الجمعيه من التقارير الماليه، واي منخرط في الجمعيه نجم معناها يطلع على التقارير، واللي بدورنا باش نقوموا بنشرها نحن في الاسابيع القليله القادمه. وهذايا دور الاحباء انه نكون مغيرين على الجمعيه ويقفوا معناها ضد اي تجاوزات ممكن معناها صار تقبل ولا ممكن تصير في المستقبل. ونحن زادة كهيئة تسييرية كهيئة مديرة زادة خذينا معناها على عاتقنا ان نحلوا الاشكاليات هذيا، لكن اليوم فما الاهم كاعتقادي هو دور البراج، نتجاوزوا مرحلة البراج، نظنوا ان شاء الله معناها الصعود بالنسبة للشبيبة الرياضية القيروانية، وبعد نفتحوا جميع الملفات الاخرى. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سيد احمد على كل هذه التفاصيل اللي جبتنا بها، يعطيك الصحة. بالتوفيق ان شاء الله لكم في مقابله البراج، كيف بالتوفيق لبقيه الفرق في البطوله هذا. ايضا مجيد شكرا لك. شكرا لك، الى اللقاء سلام. ما دام نحكيوا على البراج، الى حد الان المقابله الفاصله بين ترجي جرجيس ومستقبل جابس، واحد بلاش الجرجيس ضد مستقبل جابس في اخر تقريبا الشوط الاول، مازال دقيقه تقريبا على نهايه الشوط، من اجل المقعد في بطولة البراج. أكيد حظ سعيد لكل فرق في المسابقة هذه. هكا نكملوا حديثنا على جي اس كاف، فاصل قصير بعد نرجعوا نكملوا في البلاي في آخر